طبعاً في لائحة موجودة للدوري، لكن علشان مفيش موقع رسمي لرابطة الأندية صعب جداً إن أنت توصل للائحة دي. ولو دخلت على موقع اتحاد الكرة هتلاقي تشكيل لرابطة الأندية اللي كانت صورية سنة 2016 من غير أي تحديث للموقف الحالي. وبسبب الغياب ده أنت سايب جمهور الأندية ماسك في بعضه وماسك في الإعلاميين وماسك في أي حد ممكن يقول رأي، لأنه أكيد هيتوافق مع جمهور ويتعارض مع جمهور تاني، والسبب إن محدش عارف اللايحة بتقول إيه. مشاكل قابلتنا طول الموسم زي الملاعب، عوائد البث، عدد الجمهور، آليات بيع التذاكر، تنتهي لو اللايحة واضحة وبتتنفذ على الكل بشكل مميكن. ده طبعا غير لائحة العقوبات سواء على الأندية أو المسؤولين اللي لسانهم طويل أو اللعيبة، وللمفترض تكون مطبقة على الكل بشكل واضح بعد وقوع الواقعة مباشرة. قبل ماتش الأهلي والزمالك في الدور الثاني من الدوري، رابطة الأندية نزلت بيان قالت فيه إن الأهلي رفض استلام الدرع بعد الماتش بناء على طلب مارسيل كولر مدرب الفريق. خلص ماتش الزمالك وطلع مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي وقال أنا مش عارف ليه ما استلمناش الدرع. وبصرف النظر عن مين السبب في اللغط الموجود هنا، فوجود لائحة واضحة بتحدد امتى يتم تسليم درع الدوري تنهي كل المشاكل دي.